المغني البريطاني هاري ستايلز يلي أطلق مؤخراً ألبومه الثالث هاريز هاوس بيرجع لعالم التمثيل بعد ما شفناه بدونكيرك بال2017 وهالمرة بفيلم Don't Worry Darling إخراج الممثلة أوليفيا وايلد يلي كمان بتشاركوا البطولة إلى جانب كريس باين وفلورنس بيو. We believe in the mission. What are we doing? Changing the world. ومن المتوقع وصوله على الصالة العالمية بآخر شهر سبتمبر. Our life together. We could lose this. I don't trust him. ومين كان يقول إنه بيطلع من أمبر هيرد اللي عم نسمعه وعم نشوفه من خلال جلسات المحكمة يلي عم نتبعها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق بموضوع قضيتها مع جوني ديب. النجم الأمريكي يلي ارتبط بأمبر هيرد بين 2015 وال 2017 قرر مقاضاتها بسبب مقال أثار ضجة واسعة اتهمته من خلاله بالإساءة لإلها وضربها، وشددت على قصة إنه كان يعتدي عليها ويسيء معاملتها، لنرجع نكتشف إنه العكس صحيح، وتبين إنه هيرد قامت بفبركة كل هالأخبار السيئة مثل ما عم نشوف بالقضية يلي عم بيتم تداولها بمحاكم كاليفورنيا من أكثر من شهرين، وبكل جلسة عم يتبين أكثر وأكثر إنه أمبر هيرد يا كذابة محترفة وعندها مخطط خاص للقضاء على ديب لأسباب ما منعرفها، أو بكل بساطة هي شخص مضطرب نفسياً. وللحديث تتمة مثل ما بيقولوا. أصدر مغني الراب كندريك لامار أغنية مصورة بتغير فيها وجهه ليتخذ شكل وجوه شخصيات أخرى تمهيداً لطرح ألبومه الجديد، ومنها شخصيات بارزة أثارت الجدل مثل نجم كرة القدم الأمريكية السابق أو جي سيمسون يلي اتهم بارتكاب جريمة قتل مزدوجة بتسعينات القرن الماضي، بالإضافة للنجم ويل سميث يلي تأثر سلباً بتداعيات صفعة الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكارز الأخير. الأغنية بعنوان The Heart Part 5. المغنية البريطانية ريتا أورا انضمت مؤخراً للكاست الرئيسي بمسلسل كونغ فو باندا The Dragon Knight يلي مقتبس عن سلسلة الأفلام الشهيرة، ورح تعطي صوتها لإحدى شخصيات المسلسل يلي هو من إنتاج شبكة نتفليكس. Perfect. Really? No. Again. الكاست بيضم كمان ممثل جاك بلاك. Who are you? وبالنسبة لألبوم الثالث اللي صار له قيد الإنتاج من سنوات عديدة، فمن المنتظر يصير جاهز قبل نهاية السنة. آخر هيت قدمته كان Follow Me بالتعاون مع سام فيلت بال2021.